جوج ممنونين هكا ونجي كذا كارين دنجي مجموعين خلكي ما وبلا دنجي ماجي خلكي ماجي زالبي خلكي ما جوان تشتامي استرا وخلكي ما يكون خلش نقال خود عم كريزي ليس بين جهازات خلكي ما يلي ذريا حياته مستمرة وإن شاء الله حياته مستمر بي هو مقولنا أن طيارة تركي قال درجة من الدنقات ديها بشي بدا دخور تديزي دي يعني بلا همو بلا همو بجن فكر كيه قال دام كيه خور تديزي دي يعني وقتي تديزي دي وقتي تسي هاشت تديزي دي عبادك هاتي سيري فكي مواحد فكي مساعدك مكر ودعمك يزيد يكر بس بلا زانب يزيد يدرين فككينا بينما هكذا ايران دعمي حشد بكا نابج حشدي ايرانيا هكذا حكومة اقليم هكذا امريكا دعمي بكا يا اسرائيل بكا نابج او اسرائيلينا وهكذا سنة كسعودية او دعمي وان بكا نابج او سعودية ودعمي وان بكا بس ملتك يوكا يزيد كعبادك هاتي سيري هكذا يكي مساعدة ويزيد يمتهمين ويبجن پکینا تاکینا و حمادی تیل تلویزیون روزی کی وقت کی پکے خاطر زویدری خوستن خلق ما یعنی گلا چو پیشے او پکے منطقہ ما صحابی پکینا اس دین ما نہ خلق ما نہ خلق ما راستہ ہم کے مثلا پکیل ویدری مساعدہ کا مکرو بس پکے صحابین او نوائز دین من یہ بشین حکومت عراقی فت گلی دینا بس مخابن چکا سیکا شر داعش کری حکومت ترکی شورا کری هدف کری دجنو اب تشتاق مخابر حكومة عراقي بيدن قال إنه سيادة عراقي نينا إنه مثلا الحدود ما يشنقار في سيادة وينينا ولا الحدود الكويت الحدود الحدود السعودية وان الحدود وان بإيران يعني سيادة عراقي نينا مثلا دولتك سيادة النبي بس حتى كسيادة جنبي أب قوانين المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تشتي قبول لكن يتدخل بي بحدود دولتك دي دولة ذات سيادة بس مخابن يعني مفروض انه عراقي شكوى دوشي قدمان دارا ومو متحدة وجلسة يجي وكربانا السيد اختراقات دوانا كأفشانك داخلي عراقيا يعني تركيا شو بدري بالأرض العراقية بدا يعني افتشتكي ذي قوانين الدولية بس مخابن حكومة بيضا اللي اعتانوها ام دا خوازي كنو برين هوشي ما دا خوازي كريا بس مخابن يعني ام عاتقي ومو متحدة مدري ومو متحدة منطقة خاصة منطقة شنقال كربا حذر جوي حاضر جوي سر طائري وانا عقوبة قاعد يتواصل لانه اذا بكرين من النود ويجي وقت نظام صدام وحكومة اقليم بون وان جنب واقليم جي او حاضر جوي عبيد سر وحياتك مستمر وطائري العراقي نقاد مجري يعني العراقي والمفروض رجع طائري تركي مثلا حاضر جوي قاعد يتواصل نشرة طائري تركيا ولك عقوبات اقتصادية عم بين سر تركيا قد تدخل لبن الشؤون العراقي وخاصة الخلق الشنقال عبادة كاتي سيري بس مخابن يعني عبادة موكي وكذا مثلا تشتكي عبري ويعني دي حوار النفري يجي وتعال وجي يعني أمم المتحدة تشتكي خب جيناني المصلحة من الديجي جاوید وان سری سدد گرتینا و مبین هوشی دشه جارا گودیا باور بگی یعنی ما اینت روشه که هم سمتاله که اومان متحیده چیکن تابو تا که ومرچای شنگالی چیکن هم سر بنویسن اومان متحیده سال 1945 یعنی ولاده ویبو و لسفه هشتگ ده هزار و چارده وفات ویبو هم تابو تا که اومان متحیده چیکن اومان متحیده تشتكي خوف جناني الأبجي حفظ وسلم الأمن الدولي وقال قرارات الأمم المتحدة وين حماية الأقليات بس مخابن يعني قام الدنيا حموي بلابو جينو سعيد سدي سدبو وفتان الأمم المتحدة تشتكي خوف جنانا وقت بيجي ترسي سر عراقي همو هيا عراق همو تبيني مظاهرات فوضينا ترسي السر زاخو هيا السر دهوك هيا لأنه هو بريد سير رجاء الدركاري دان السي مالكا دان الخانة سوري دان الباري دان يعني مثلا نظام تركي تزاني درك البلد كرتيني نا ومثلا شكا سي شر داعش كربي يعني حكومة تركي بيني وعدويوي مثلا خلقي بدري او جوي تشتي ميسترا وان ارادة كايا ارادة وان قوية يعني ملتي ما يهدي وخاصة نيكا خلار دي شنغال كريا خودان او تاليا وان هفتي وشار فرمانينا او بنانا تيارك اكا تركي كبسارو خلقا بابجي اكا دخورت دي بشي برين بكاش وان تشتا ميستر این گونه نیتی، ابدا نیم وقتی که هاتی نبودی، هم احتمالاتش خوره برینا و او وان ایباده یک دیدو ختان و مثلا ایباده ما مستمره امینو مثلا خلقی ما بهار یعنی استدی نودونه یک جی تاثیر که الویکشتی ناکا و حیات طبیعی نه خانه سوری یعنی بری ده قاضی خانه سوری و حیات طبیعی سوکی خود را گرینه و تشتگینه.